طيب بس لعمل الوقت لعلنا سؤال يبدو لي سؤال يمكن يبعد شوي عن الإعلام ويتوجه للتعليم. إحنا عندنا مشكلة في التعليم سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي، وأنا دائما يدور في مخي إنه هل أيش المشكلة بالضبط؟ يعني هي مثلا ما في رؤية تعليمية واضحة في البلد مثلا، أم لا توجد الكوادر التعليمية أو القادة التعليميين إنه ممكن يطورون من النظام التعليمي؟ دائما الناس يقولون إنه في مشاكل في المناهج، الناس يقولون المباني، مع أن الميزانية المرصودة للتعليم هي أكبر ميزانية تحصل عليها وزارة، فايش المشكلة؟ ليت الدكتور عبد الله العبيد يكون موجود هنا عن هذا السؤال، لأنه هو الوزير المختص بشؤون التعليم في المرحلة العامة، وعندنا بعدين نأتي لوزارة التعليم العالي والجامعات والجامعة. لكن يا إخوان أنا أعتقد أن المملكة تمر الآن بمرحلة يعني مرحلة إصلاح ذاتي جيد، ويمكن نلاحظ هذا في المؤسسات، كثير من المؤسسات حتى الإسلامية. وأنا كنت بالمناسبة في الأشهر الماضية أحضر جلسات لوضع استراتيجية لواحدة من أهم الوزارات والجهات المملكة، استراتيجية. تعرفون الدراسة يعني أي عمل تريد أن يكون جيد ومنتج وفيه يعني خطط مبنية على أساس علمي ينبغي أن تكون مبنية على استراتيجية وتخطيط ونظر للمستقبل. ونتصور أن هذه الظاهرة بدأت يعني تبرز في كثير من المؤسسات بما فيها وزارات، الوزارات على اختلاف اختصاصاتها في المملكة. وأنا أظن أن وزارة التعليم فيها من العقول ومن القدرات والإمكانات ما يؤهلها لهذا، لكن طبعا المسألة تحتاج إلى وقت. كان هناك فترة من فترات في وقت الوزير السابق الدكتور محمد الرشيد حاول أن يفعل أشياء، أوجد ما يسمى بالأسر الوطنية، حاول قدر الإمكان أن يقدم رؤية في كيفية النهوض بمستوى التعليم في المملكة. الآن كما تعرف الإشكال أنه هناك نوع من الشك والريبة وعدم الثقة بين تيارات مختلفة داخل المملكة، كل فئة تنظر للأخرى بعين الريبة. ينبغي أن تكون كلمتنا سواء، وأن نعرف أن هناك حاجة لثوابت، التركيز على الثوابت وعلى يعني أهمية التعليم الشرعي الذي كسبناه على مر السنوات، ولا يجوز من وجهة نظري التفريط فيه. لكن أيضا في المقابل ينبغي الحديث عن كيفية إصلاح التعليم بما هو أفضل. البلاد التي تطمح إلى النهوض بنفسها دائما تنظر وتعيد تقويم ذاتها من خلال النظر في استراتيجياتها، في كيفية عملها. الولايات المتحدة على ما عندها من إنجازات وتقدم أعادت النظر عدة مرات في مناهج التعليمية، اليابان فعلت الشيء نفسه، الصين الآن تفعل هذا الشيء، وكثير من البلدان تفعل ذلك. ما الذي يعيبنا إذا نظرنا وشفنا أن عندنا إشكالات في بعض أشياء معينة، سواء في مناهجنا التعليمية، في طريقة إعداد مدرسينا؟ المسألة التعليمية كما تعرفون في غاية التعقيد، يعني هي تشمل الأستاذ والمنهج والطالب والمباني التعليمية والإمكانات والتجهيزات، يعني عندنا أشياء كثيرة وتنقصنا ثقافة للأسف. يعني حتى الآن رغم يعني كرم الدولة في الإنفاق بسخاء على كافة المشروعات، سواء في التعليم أو البرامج الابتعاث، فتح الجامعات، الإنفاق على المدرسين، رفع المرتبات وما إلى ذلك، لكن ما يزال عندنا إشكال في كيفية وضع منهج ومؤسسات تعليمية كفء قادرة على أن تنتج إنسان قادر على أن يسير بكفاءة في المجتمع وأن يكون له إسهام وما إلى ذلك. حتى الآن للأسف يعني أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة، لا، وإلى هذا الأمل الكبير. لكن أنا أظن أنه يعني بدأنا خطوات في هذا السبيل، وثقتنا بالله عز وجل ثم في قيادتنا الحكيمة في المملكة وفي الوزارات المعنية وبالذات وزارة التربية
أن توجد شيء في هذا السبيل، ودائما أتفائل ما هو أحسن. كلمة أخيرة دكتور. ما تسوي وزارة التربية والتعليم سابقا التعليم الحالي حاليا؟ بالنسبة والجواب عن هذا، هل هذا خاص بالمؤسسة التعليمية أم أنها مشكلة في كافة القطاعات؟ ثقافة. هي ثقافة وهي إشكال، يعني الاهتمام بالبحث العلمي عندنا لم يصل إلى الحد المرجو الذي نطمح إليه. الأمر الثاني لم نوجد مؤسسات كفء، بحيث أنه إذا أتى وزير أو مسؤول على رأس هذه المؤسسة لا يستطيع أن يغير تماماً بين عشية وضحاها كل ما يجري في داخل هذه المؤسسة. ينبغي أن تكون يعني عندها تقاليد وقد رسخت أشياء ثابتة وبدأت تنتج وعندها خطط طويلة، وإنما هو يستطيع أن يحسن بإمكاناته وقدراته إدارة دفة هذه المؤسسة. فهذا ما أطمح إليه، وأعتقد أن كأنك تشير يعني السؤال هو كأنما هو يعني إشارة لهذه المشكلة، ونسأل الله أن يكتب التوفيق. وأنتم بالمناسبة أنتم جيل التغيير، يعني أنتم الذي يبنى الأمل عليكم بعد الله عز وجل في أن تسهموا في إنماء البلد وتطويرها والصعود بها إن شاء الله إلى أعلى المستويات. بس من ناحية إعلامية دكتور، هل هناك توجه من سعادتكم وكذا من ناحية جانب وزارة الإعلام أن يكون هناك يعني توجه إعلامية والله لا أدري، أنا ما أدري ما هي سياسة الإعلام. يعني ما ألاحظ أنا حقيقة ماذا يعني يقدم في الإعلام. هل الإعلام يعني يريد تغيير يعني بناء هذه المسائل بشكل؟ أنا أعتقد هناك اجتهادات وهناك محاولات وهي كلها محل التقدير، وأرجو إن شاء الله أن تنال يعني النجاح والتوفيق. ينبغي أن ينزل هؤلاء المسؤولون إلى الميدان وأن يجيبوا عن هذه الأسئلة للناس. أنا لا أستطيع أن أجيب عن وزارة الإعلام لأني لست من منسوبيها، رغم أني أشرف بالتعاون معها بقدر ما أستطيع. إنما أظن أننا يعني بدأنا نتحسس الآن مشاكل، مشكلات البلاد، مشكلات وطننا، ونحتاج أن نعمل على الإسهام في ارتقاء بمستواها وحل ما نستطيع من الإشكالات من أجل أن نصل إلى ما هو أفضل بإذن الله. جزاك خير حقيقة باسم جميع الشباب على رأسهم رئيس النادي وئام إبراهيم أبو نادي المنظم، نشكر أخونا أو أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد سيف الدين التركستاني على هالإضفاء الجميلة، وإن كان ما شاء الله تبارك الله ساعتين ونص مرت سريعا، لكن لعلها يعني أدركنا من السوار ما يحيط بالمعصم ومن القلادة ما يحيط بالعنق. وأجزاكم الله خير جميعا على حضوركم، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. الله يجزاكم خير.